نطالبوا اليوم قبل من غدا ما كرهناش حنا اليوم قبل غدا شي هاد دابا يقولوا لنا راه القيلة غنتهناو حنا. سميه عبد الله اي تعبي من ساكنه من الدوار اللي ساكنه فيه المرحومه نعيمه الله يرحمها الله يوليها برحمه الله. والصراحه الله راه انا بعدا شخصيا دخلت بان هاد القتيله الموت اللي ماتت صراحه ما تبغي حتى العدوك يعني تقطعوها طرف طرف باش مشينا لعين المكان لقينا الجنجمه في جهه ورا الشعر في جهه السروال في جهه يعني كل شي حاجه والدريه باقي ما كملاش العظام ديالها باقي ما كملنيش لحد الساعه باقي ما شفنا حتى شي حاجه اللي هي زعما تكون كامله باش تيقن بان راه اللي صدمني انا فاش شفت الجنجومه بحال مكات العيني مشاو صراحه الله ما اش غنقول لك لا اله الا الله والصبر يعني السكينه تهتزت بواحد يعني الجريمه ما لاول مره كنسمعوها حنا في الدوار بالضبط وفي زاكوره. وهاد العام راه كثروا وصلنا شي 6 ولا ما عرفت 5 الناس اش غنقول لك لا اله الا الله والصبر. توصل جميع اسمو الوسائل الاعلان اي حاجه وتنشكر الدرك الملكي والسلطات المحليه والساكنه ديال تفرقالت على راسهم بان ديك الربع ايام كلها هي كدور بالليل بالنهار وديك البلاصه راه ما يمكنش توصل ليها الدريه بوحدها ابدا. الدريه راه غتمشي تقريبا 100 متر الى عطيتها انا 100 متر توقف ما تزيدش شي حاجه اخرى. تما راه مشينا البارح حنا مشينا كنهجو اللي وصل تيبرك ماشي شي حاجه اللي هي زعما الاختطاف راه هادشي اللي باين ديال الاختطاف كاين بلا ما نطولوا اللي نطولوا نقصروا الاختطاف ربما هادو اللي تيتجهوا لهاد الجهه ديال الكونوز وداك الشيء راه كلشي ممكن ما يمكنش الدريه تخرج بين ساعه ما كملاش 20 دقيقه الناس كي الاهل ديالها كيقلبوا عليها وكل شيء فين مشاو الدوار كامل ربع ايام الاولى خمس ايام الاولى ست ايام هذه ما بانش ليها اثر. عندنا نفس سيمانه خرج هذه 42 يوم يلا خرجت هذا الشيء اللي ما بغينا اللي ما عرفناش حنا واش هاد الجهه محقوره ولا ما عرفت منسيه ولا ما عرفت ما كاينش الاهتمام بها مابقيناش عارفين حنايا حيت هاد البلاد هادي ماشي طنجة ماشي مكناس ماشي فاس ماشي شي ماشي الدار البيضاء ماشي شي حاجة هذا هو اللي ما بغاش يدخل لي انا للعقل يعني هاد السيد هذا عندنا الله يرحمه تا هو ويولي برحمته الله ويصبر الاهل ديالو في ظرف سيمانة بان كلشي حنايا 42 يوم الاهل ديالها امها وباها كلشي تيتشوى الجد الجدة الاخوال كلشي والدوار كامل ومزقيطة كاملة عقوبة ما اش من عقوبة هذا عقوبة راه ما كتوصفش راه كلشي معروف هادشي اللي غنقوله بلا ما نقول لك العقوبة أي واحد دابا دري صغير تقول ليها العقوبة يقول لك العقوبة وحنا ما عندناش هاد القضية ديال الإعدام الإعدام ما بغيناش حنا خصو تيتكرفص بعدا هو الأول كيف كرفص الدرية الأولى وكرفصنا حنايا كامل كسكينة كأسبوع راه خصو هذا ما عرفتش اش غنقول لك باش غنوصف لك هاد العقوبة هذه ما عرفتش انا. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.